استشار اسامه، يعني كلام محمود برضو منطقي في الناحيه الثانيه. انا بتفق معاه في كلامه جدا جدا، وكلام منطقي. انا مش جداً عايزه ركود، ما هو انا كمان غير القصه بزيد دي عليه بزيد عليه بزيد عليه اللي مضطر يشتري عربيه زيرو. ارجو المستهلك الواعي لا تقف عند ماركه معينه ولا على لون معين ولا على فئه معينه، ما تساعدش في تفاقم الازمه. احنا في ازمه عالميه على مستوى العالم، ما تساعدش انت كمستهلك في تفاقم الازمه. وباكد لحضرتك ان التوقيت بتاع القرار في الوقت الحالي الكلام ده في منتهى الخطوره. طيب المعارض دي لو قفلت في منتهى الخطوره. وده مدينه نصر بالكامل قفلت يا فندم. طيب خلي طب محمود، الكلام انه قرار حمايه المستهلك فعلا بيؤدي لتعطيل يعني لايقاف حركه البيع والشراء تماما، في رايك في ايه هذا في هذا القرار ايه يا محمود؟ تمام. انا عايز اقول لك حضرتك حاجه، والمستشار اسامه يعلم طبعا ان القرار ليس وليد اللحظه، وان حمايه المستهلك والسيد رئيس حمايه المستهلك الرجل الدؤوب المحترم بقاله مده كبيره جدا بياخد نقاشات ورابطه يعني وتجمع السيارات والتوكيلات، هو اللي طلب ان القرار يتاجل مره واثنين وثلاثه، وسيد المستشار يعلم ان حتى من قبل حرب اوكرانيا والقرار كان يروح في الافق. وانا هقول لحضرتك ليه، لان هناك بعض التجار اللي استفزوا شعور ووجدان الناس بزيادات. انا عايز اقول لحضرتك ان الاوفر برايس كان وصل مليون جنيه على العربيه، ده استفزاز يا فندم، ما هو مفيش سلعه في مصر كده. فكان لابد من قرار وتدخل حكومي، خلاص حصل غضبه شعبيه رهيبه. هناك بعض التجار كانوا بيحطوا على عربيات مليون جنيه اوفر برايس. فهو قرار حمايه المستهلك ليس وليد اللحظه وليس، لكن انا مع سياده المستشار ان 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 الكنترول على الموضوع حاليا ومفيش السلعه اساسا، او السلعه ستنضب خلال الفتره الجايه، خصوصا مع قرارات تقليد ان تحجيم شويه استيراد السلع الترفيهيه واللي للاسف وده يخليني اسامه لكن مش عايزين نعفي التجار والتوكيلات من ده، لان كان في استفزاز في الاوفر برايس. طبعا استاذ اسامه بتعرفوا تفتحوا اعتمادات، الموضوع ميسر بالنسبه لكم، بتعرفوا تستولوا؟ لا 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 غير صحيح. بص، اولا طبعا زي ما تفضل استاذ محمود وانا اتفق معاه في يعني النهارده العربيات الاقتصاديه اللي هي كان ثمنها 200,000 جنيه و 250,000 جنيه النهارده وصلت زي ما 500 و 600 يا جماعه، ده رقم كبير. كلام صحيح، كلام صحيح 100%، وده احنا ضده، وده مش مهم، وده ضد مصلحه التاجر. التاجر النهارده اللي كان بيبيع 100 عربيه ما عرفش يبيع 10 عربيات وتكلفته زادت. لازم ناخد بالنا من الامور دي كلها يا استاذ لميس. ولكن انا بقول لحضرتك، انا على طول الخط، وحضرتك من سنوات تتابعيني، انا ضد الاوفر برايس، ولكن التوقيت خطا. مفيش عربيات هنعمل كنترول على ايه؟ طب ارجع للاعتمادات. النتيجه ولا اعتمادات. بص يا فندم، خلينا نكون واضحين. هو النهارده السيد محافظ البنك المركزي لما اتخذ هذا القرار، هو النهارده مش تم مراجعته من اعلى جهات في الدوله؟ لن تجدي لي تعليق واحد على قرار السيد محافظ البنك المركزي. انا عارف احنا في مشكله، وفي في 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 فتره صعبه البلاد بتمر بيها، ولازم كلنا نتكاتف عشان الفتره دي تعدي. لازم والله يكون في عون فخامه الرئيس، فعلا في مشاريع عملاقه، وفي ازمه اقتصاديه، وفي على مستوى العالم في تضخم. في الوقت ده احنا بنبني البلد من اول وجديد. شوف حضرتك الاسلام شكلها اتغير، المحاكم شكلها اتغير، كل حاجه شغاله، مش الطرق بس اللي اتغيرت. ففي ظل هذا المناخ لازم كله يعرف ان احنا فعلا فتره معاناه. طب محمود، من فضل الجميع، من فضل الجميع يجب ان نتنبه ان سلعه السيارات ما ينفعش للتعامل معاها بهذه الكيفيه. انا في السيد رئيس الجهاز مشكورا، وهو راجل محترم وراجل جهاز مطلع جدا حمايه المستهلك ايمن، ولكن عايز اقول قرار سليم 100%، ولكن التوقيت. طيب توقيت خطير جدا والله. بقول لحضرتك المعارض بالكامل. طب النهارده اللي مشغل 60 70 موظف في معرض لوحده، انا بقول لحضرتك في معرض لوحده مشغل 400 موظف، النهارده اتقفلت المعارض كلها، الناس دي هتعمل ايه؟ لازم نتنبه لده. في حاجه في مارد اسمه عرض وطلب. انا بقول لحضرتك اللي مش عايز اللي انت النهارده محتاج العربيه ضروري قوي اشتريها، لكن واشتريها بالقيود اللي احنا بنقولها، لا تقف على لون وعلى شكل وعلى فئه، لكن مش محتاجها ما اشتريهاش. طيب اشتري كسر زيرو، اشتري عربيه مستعمله، نمشي الامور، لان المرحله اللي جايه فعلا مرحله مش حلوه. طيب.